السلام عليكم طلابنا الاعزاء، اليوم راح نكفي انا وياكم بدرس الجبريك اكسبريشن القسم الثاني بالاوبريشنز اوف ذا مونوميالز، العمليات على المونوميالز، العمليات الاديشن اند سبتراكشن. حكينا بفيديو سابق انا وياكم انه انا ما بحق لي اني اعمل اديشن او سبتراكشن للمونوميالز الا بشرط واحد وهو انه يكونوا سيميلر. اذا ما كانوا سيميلر فانا ما بحق لي اعمل اي عمليه عليهم. اللي بقصد فيها هي الاديشن اور سبتراكشن حصرا طبعا، البرودكت اور تايمز اللي نحكي ثاني عنه ان شاء الله تعالى. اليوم رح ناخذ هلا الاديشن اند سبتراكشن. فقلنا الشرط الاساسي لحتى اقدر انا اعمل سبتراكت بين المونوميالز لازم احقق شرط اساسي وهو ان يكون only if they are similar، لازم يكونوا similar. examples 3x x squared plus 21 x squared. بدي اعمل لهم عمليه اديشن. الاديشن بيناتهم هون اهم شغله عندي انا اني اعرف انه هالمونوميالز هل هن سيميلر ولا ما هن سيميلر. وقتها بعرف اني فيني انطلق بعمليه اديشن اور ما فيني انطلق منها. فهون عندي x squared وهون عندي x squared، معناتها هدول سيميلر، معناتها انا صار فيني اعمل لهم العمليه هي سواء كانت اديشن اور سبتراكشن. هون 3 ما في جنبها ساين، فبعتبر الساين اللي هي بوزيتيف. 21 الساين اللي جنبها هي بوزيتيف. لما بجمع البوزيتيف مع البوزيتيف تطلع معي the same sign، وبجمع النمبرز مثل ما اخذنا بقواعد الساينز انا وياكم بالساين نمبر 3، اذا جمعناها مع 21 بيطلع معي الجواب 24. x squared مع x squared هون انا ما بجمع الليترال الباورز الون، ما بجمعهم للليترالز، يعني انا عندي هون في x squared هو عباره عن كومون وهون في x squared هو كومون، بينزل معي بالجواب x squared فقط. ما بقول والله هون x squared وهون x squared بيطلع معي x power 4، ما بجمع الباورات الون هذول. نعطي مثال بسيط عليها. اذا انت معك 3 فناجين قهوه مع 21 فنجان قهوة، النتيجة رح تكون 24 فنجان قهوة. فأنت ما بتقول والله باخذ هذا الفنجان مع هذا الفنجان وبحطهم فوق بعض، لا، أنا باخذ مشترك معهم، هون في 3 فناجين وهون في 21 فنجان، فالنتيجة رح تكون إني بعمل بس الجمع البلس للنمبرز اللي هن 3 مع 21 حطيناهم، والقسم المشترك اللي هو عبارة عن الليترال بارت نزلته مثل ما هو تماما. هاي كانت اول اكزامبل. ننتقل انا وياكم على الاكزامبل الثاني. اولا مشان ما بدي كفي بالاكزامبل لازم قلنا شرط اساسي انتبه على ان هن سيميلر ولا ما هن سيميلر. x x الواي باور 2 الواي باور 2 اور واي سكويرد اور واي سكويرد، معناتها صار عندي هون الليترال بارت والليترال بارت هون هن ار سيميلر، معناتها هدول المونوميالز بحق لي اعمل العمليه لهم سواء كانت اديشن اور سبتراكشن. ماينس 12 مع ماينس 4 ذا سيم ساين، نضع ذا سيم ساين. هاي السيم ساين اللي هي ماينس 12 بلس 4 ايكوال 16. لما بيكون معي ذا سيم ساين بنحط الكومون ساين نفسها وبجمع النمبرز مع بعضهم اللي هن 12 مع ال 4 بيطلع معي جواب 16. طيب شو بنعمل بهدول الليترال بارت اللي هن ما قلنا هن سيميلار؟ معناتها بحليهم مثل ما هن، بنزلهم اكس واي وهون فوق المنا سكويرد. ما بجمع هون الباور مع هاي الباور، ما بعمل لها اد ولا بعمل اد لهون الواي سكويرد مع الواي سكويرد، بينزل نفس الليترال بارت هون بس بعمل عمليه اد اور سبتراكت للكوفيشنتس فقط. هذا هو المطلوب مننا نفهمه كثير منيح. المثال او الاكزامبل اللي بعده ماينس 10 اكس سكويرد تايمز زد بلس 7 اكس سكويرد تايمز زد. اكس سكويرد اكس سكويرد زد زد، معناتها هدول المونوميالز هن ار سيميلر. هلا صار فيني اعمل العمليه، يلا بنحط هون الاكس سكويرد تايمز زد. نطلع انا وياكم هلا على النمبرز، هون عندي الكوفيشنت ماينس 10 وهون بلس 7. هون لازم انتبه كثير على قواعد تبعتي بالساين نمبر. لما بيكون معي ذا تو نمبرز بيكونوا هدول ذا ديفرنت ساين،
قواعد الاديشن الون اني انا لازم اعمل لهم سبتراكت للتو نمبرز بطرحهم من بعض وبحط الساين للرقم اللي بيكون هو اللارج اللي هو بيكون الاكبر ماينس 10 وبلس 7 بنخبي الاشارات الساينز مثل ما تعلمنا ال 10 بشيل منه 7 بيطلع معي جواب 3 من هو النمبر اللي عندي هو اللارج الاكبر هو ال 10 اشارته هي اللي بتنزل فهي اشاره الماينس هيك بنكون عملنا العملية بشكل صحيح وسليم حققنا قواعد الساين نمبر بالإضافة إلى نزل معي القسم المشترك اللي هو عبارة عن literal part بنأخذ مثال بس من كتر المنوميالز أكثر نعطيها مستوى أعلى شوي بقليل أنا عندي هون 2x squared minus 3y cubed plus 5x squared plus 8y cubed minus 3x squared plus 10y squared منطلع انا وياكم هون ما بالضروره دائما يجيك على طول انه هون منوميال هون منوميال يجيك بس معك تو تيرمز بس بالمثال ممكن يجيني اكثر من تيرمز اكثر من حد فممكن يجيني مثلا اول منوميال 1 2 3 4 5 6 ما بس بالضروره يجيني واحد او اثنين هون او واحد او اثنين هيك لا ممكن يجيني اكثر فالقاعده تعمم سواء كان عندي لا تو تيرمز اور مور منبلش x squared هون وهون في x squared وهون في x squared فأنا هدول اللي إلون the same literal part هدول similar فبحق لي أخذ القاعدة على هدول similar للحال بنزل ال x squared x squared x squared هون بنزل ال x squared أول coefficient عندي هو 2 اللي هو plus وهون عندي 5 اللي هي plus 5 وهون عندي minus 3 بجمع هدول النمبرز مع بعضهم وبحط الناتج هون للx squared ال2 إشارتها plus مع plus 5 plus 7 minus 3 بيطلع معي الجواب plus 4 وفيني حط إشارة plus وفيني ما حط إشارة plus نأتي إلى المنوميالز التانين اللي هني عبارة عن الy cubed minus 3y cubed plus 8y cubed plus 10y power 2 هل هذا المنوميال similar مع هذا و similar مع هذا هذا السؤال هون شو محطوط عندي انا literal part هي عبارة عن الy cubed هون الy cubed بس هاي الy شوفي فوق منها power 2 يعني هاي عبارة عن squared فهي لا تشمل هدول معهم فما بحق اللي اجمع على حالها هاي بخليها هيك لحالها ما بجمع مع حدا لا ما بجمع مع حدا ليه لانه هاي ما انا من هدول الفصيله ما انا من هدول الجماعه هدول طلاب صف سابع اكس سكويرد وهون عندي وهون عندي اكس سكويرد وهون عندي اكس سكويرد هدول طلاب صف الثامن واي كيوبيد واي كيوبيد بس هاي لا انا من طلاب صف السابع ولا انا من طلاب صف الثامن هي عباره عن واي سكويرد هاي جزء من صف الخامس او السادس فهي لا تنتمي لهدول العيلتين اللي معي اياهم المنوميالز وبالتالي بحق لي فقط اجمع اللي بيشبهوا بعض اللي هن السيميلر منوميال بنزل الواي كيوبيد اول كوفيشنت اول واي كيوبيد هي ماينس 3 ثاني كوفيشنت هي بلس 8 ماينس 3 مع بلس 8 عندي 2 ساين نمبر هدول الساين نمبر عندي اياهم اوبوزيت وحده بلس وحده ماينس هاي البلس وهاي الماينس القاعدة بتقول لازم أعملهم سبتراكت اطرحهم من بعضهم وحط إشارة العدد الأكبر بيطلع معي جواب بلس 5 لأنه الـ 8 منشيل منه 3 بيطلع معي 5 اللارج هو عبارة عن الـ 8 تنزل معنا البلس طيب أستاذ الـ 10 الواي سكويرد بتضل على حالة ما بتنجمع مع حدا ما بتنجمع مع حدا طيب أستاذ بخليها هيك شو رأيكم بخليها هيك ولا في شيء بقدر أعمله add or subtraction قال نحن أخذنا القاعدة بتقول ما بحق لي أعمل addition or subtraction إلا لحتى يكونوا similar هون x squared وهوني y cubed وهوني y squared هل هني similar؟ لا ما هني similar ليه؟ لأنه عندي هذا الليترال غير هذا الليترال هذا الليترال بارت غير هذا الليترال بارت هذا الباور غير هذا الباور معناته بترك هذا الجبريك اكسبريشن هذا التعبير كله كما هو بقول له هذا هو الناتج وهذا هو الجواب ان شاء الله بتمنى من طلابي الاعزاء انه يكونوا فهموا الاوبريشنز او القسم الاول من الاوبريشنز اللي هو عباره عن الاديشن اند السبتراكشن ان شاء الله تعالى رح نكمل انا وياكم العمليه
الثالثة والأخيرة بالمنوميالز اللي هي البرودكت. وإن شاء الله رح نلتقي بفيديو تاني لنشرح العملية عملية البرودكت للمنوميالز. والسلام عليكم ورحمة الله.